بيب قلت لقاء ثاني راح ينطلق بعد قليل من مباشرة من ملعب الاتحاد المغاربي بجاية بين أمل عين ليلى ونصر حسين داي. نحاول الاتصال الآن مباشرة بزميلنا عبد القادر الشنيوني. عبد القادر. نعم مراد. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سيدتي والتي سادتي. اللقاء راح ينطلق بعد ثواني قليلة بين فريق أمل عين ليلى ونصر حسين داي. نصر حسين داي ببدلة صفراء وأمل عين ليلى ببدلة بيضاء وحمراء وشورت أسود أحمر وأسود. إذا اللقاء راح ينطلق بعد ثواني قليلة وينطلق بالفعل لصالح نصر حسين داي هنا بملعب الاتحاد المغاربي ببجاية. جمهور غفير ونقدر نقول أن الجو حار هنا ببجاية والانطلاقة المقابلة راح تكون صعبة بدون شك بين الفريقين. كرة في وسط الميدان وتدخل اللاعب على الجهة اليسرى لصالح أمل عين ليلى عن طريق المدافع الأيسر وعلي يوسف. والكرة في الأخير تخرج 6 أمتار لصالح نصر حسين داي. نصر حسين داي في الحراسة بالخيري مشتا زناز عمروش زميتي تيموتي أيت حسين قائد الفريق إديران خليلي زيري بوديب وفي قائمة الاحتياط فليسي مازا زكري وعجلي دخول عجلي وحبي. المدرب والسيد إغيل مزيان. أمل عين ليلى بوغرارب وعلي يوسف مكاني قربسي زرفا قائد الفريق الخياب بن حمادي عدراوي خوني بن زيتون وعلوي. في قائمة الاحتياط هناك عمعيش بوديد خنقي قاجوح وبن دايرة. المدرب هو السيد أزروال. ثلاثي التحكيم حكم رئيسي السيد زروني جمال بمساعدة كل من طالب بن دياب وميسوري مصطفى. تماس في صالح نصر حسين داي. تدخل الدفاع عن طريق اللاعب رقم 5 اللي هو جرابتي. عود الكرة لصالح نصر حسين داي في وسط الميدان. تروح تماس مباشرة لصالح نصر حسين داي. قلت المقابلة جمهور يعني غفير بالمقارنة مع المقابلات اللي تجري عادة كل أسبوع هنا في بجاية. تنقل أنصار نصر حسين داي بكثرة على متن سيارات خاصة حافلات والقطار. نفس الشيء بالنسبة لأنصار عين ليلى ولو أن أنصار نصر حسين داي تنقلوا أكثر إلى بجاية. هذه محاولة لصالح نصر حسين داي أو أمل عين ليلى عن طريق اللاعب رقم 10 علوي قذفة وتروح تخرج برا. قلت الطقس حار جدا هنا بجاية المدينة الجميلة بجاية اللي تستقبل اليوم أنصار الفريقين وكذلك فريقين نصر حسين داي وأمل عين ليلى ليتنقلوا منذ يومين هنا إلى بجاية. حاولت في وسط الميدان هذا خليلي ليلي تيموسي آية الحسين. تبقى الكرة بين أخذ ورد كرة قصيرة بين عناصر نصر حسين داي جيري اتجاه بوديب. فيه تسلل بطبيعة الحال تسلل للاعب آية الحسين. قلت فريق نصر حسين داي تنقل منذ يومين بنزل حماديت هنا بجاية. نفس الشيء فريق أمل عين ليلى موجود منذ يوم واحد أي وصل عشية أمس إلى مدينة بجاية. زميتي يتدخل ثم الزيري. الزيري في منطقته. الزيري كرة في الوسط لخليلي تبادل كروي في الأخير. دفاع أمل عين ليلى دفاع المتقدم حيث فريق عين ليلى يلعب لحد الآن ومنذ بداية اللقاء. هذه كرة طويلة مباشرة للحارس بالخيري. حاول دفاع أمل عين ليلى ما يتركش الفرصة لمهاجمي فريق نصر حسين داي بالوصول إلى منطقتهم حيث يلعب بعيد عن مرماه بحوالي 30 متر. دفاع أمل عين ليلى
عبد القادر. نعم. على كل نحاول نرجع للقاء الاول، ورايحين نرجعوا ليك بعد قليل، بحيث اللقاء الاول راح نتابع الربع ساعه الاخير ونرجع ليك اذا مع الحبيب مره اخرى، وربع ساعه الاخير بالنسبه لهذا اللقاء الثاني. عبد القادر. نعم مراد، اذا كان اللقاء بالمديه فلقاء حماسي وعده محاولات من الجانبين، فلقاء امل عين ليلى ونصر حسين داي لقاء في الحقيقه متوسط، ما شاهدناش الكثير، ما فيش محاولات كثيره وما فيش فرص، ما عدا في الدقيقه ال 15 نصر حسين داي ضيع فرصه ثمينه لولا عوده المدافع الايسر خرجها من الخط لكاد يكون الهدف الاول لصالح نصر حسين داي. للتذكير فاللاعب بن زيتون تلقى ايضا في الدقيقه 16 انذار بطاقه صفراء من الحكم السيد زروني بعد ما عرقل، هذا الاخير عرقل اللاعب الجزيري عرقله متعمده. قلت اللقاء متوسط بين نصر حسين داي ببدله صفراء وامل عين ليلى ببدله بيضاء وحمراء واسود مخطط سواء كان في القميص او في الشورت. اذا نتيجه متعادله بعد مرور 14 دقيقه، صفر مقابل صفر بين الفريقين. فريق نصر حسين داي عنده ربما اكثر تجربه في منافسه الكاس، بما ان الفريق نال الكاس في سنه 79، في حين امل عين مليلة لاول مره يوصل للدور الربع نهائي، وصل سبع مرات للدور الثمن النهائي. إذا هذه بعض المعلومات ومحاولة في الوسط لصالح نصر حسين داي، هيئة حسين القائد ينطلق يحاول يدخل داخل المنطقة، وفي الأخير الدفاع وانطلاقة عن طريق اللاعب رقم 8 اللي هو عدراوي، ثم الجهة اليمنى بن حمادي، لكن الدفاع يدخل ضيع الكرة ولصالح أمل عين ميلا عن طريق اللاعب رقم 2 بوعلي يوسف. أيت حسين كرة في اتجاه الزيري، لكن الدفاع عن طريق اللاعب رقم 4 اللي هو جرابتي من مواليد 63، جرابتي من أحسن المدافعين في صفوف أمل عين ليلى. أمل عين ليلى اللي دربه المدرب أزروال. في الوسط تضيع الكرة لصالح نصر حسين داي في سرعة كبيرة، ربما الحرارة تأثر على اللاعبين، حرارة كبيرة هنا ببجاية، خاصة اللاعبين يحسوا أكثر لأنهم موجودين على أرضية الميدان ملعب الاتحاد المغاربي المعشوشب. إمكانياته لا تتجاوز 8000 متفرج أو 10000، لكن اليوم حضور حوالي 6000 متفرج هنا ببجاية. حول الجهة اليسرى من طريق اللاعب رقم 3 والكرة طويلة و تخرج في الاخير، تخرج 6 امتار لصالح النصر حسين داي. الكره كانت من مكاني حول هذه المدافع الايسر. قلت ان المتفرجين او انصار نصر حسين داي تنقلوا بكثره لمشاهده هذا اللقاء. صباح اليوم مدينة بجاية عاشت عرف حفل كبير، حيث أن الأنصار سواء كان من جانب نصر حسين داي أو أمل عين ميلا تنقلوا لمشاهدة هذا اللقاء. لقاء في الحقيقة صعب، صعب بالنسبة للفريقين، لمحاولة من بوديب وعرق على متعمدة والبطاقة الصفراء بدون شك. بالفعل البطاقة الصفراء للاعب رقم 2 هو اللاعب وعلي يوسف. إذا البطاقة الصفراء لبن زيتون لاعب رقم 10 اللي كان يلعب في صفوف مولودية وهران، ثم المدافع الأيمن وعلي يوسف. وعلي يوسف من مواليد 64، تشاهدوا على الصورة عرقلة لاعب بوديب من العناصر الشابة اللي أصبحت تلعب دور كبير في صفوف نصر حسين داي. اليوم نصر حسين داي ربما راح يعتمد على تجربه اللاعبين القدامى مثال ايت الحسين وخليلي. اذا مخالفه
على الجهة اليسرى من حوالي 25 متر لصالح نصر حسين داي. وتمر 22 دقيقة من الشوط الأول هذا. كرة مقوسة وضربة رأسية من عمروش، عمروش يصبح يصعد كثير وسجل بعض الأهداف في البطولة، ربما بعض الأهداف اللي كانت ثمينة ولها وزنها. عمروش اللي أصبح لاعب دولي هذا الموسم منذ مجيء المدربين إغيل المزيان ومهدوي عبد الرحمن في وسط الميدان لصالح عين مليلة. فريق اللاعب بلبتون، لاعب رقم ثلاثة يطلب في الكرة، لكن في الأخير زميتي عميد الدفاع إلى جانب عمروش. كرة مباشرة للتماس. الحقيقة المستوى موجود جيد في هذا اللقاء، مستوى الكأس، كل فريق يريد أن يفوز باللقاء، لكن نريد أن نشاهد كذلك العروض الفنية الجميلة. نصر حسين داي في المراتب الثلاثة الأولى في البطولة، في حين بالفعل التمسعات لأنه اللاعب رفع رجله، وفريق عين النيلة يحتل المرتبة الخامسة أمام عين النيلة، فريق الذي لا يملك إمكانيات لكن كل سنة يلعب دور، وذكرنا الموسم الماضي احتل المرتبة الثانية رفقة جمعية وعران، ومن المفروض أن يشارك في كأس العرب، لكن ينتظر لحد الآن القرار لم يتخذ على مستوى الاتحاد العربي وليس على الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أمل العين مليلة، مخالفة وتدخل الدفاع لإخراج الكرة، ثم يعود بوالي بسرعة ووديب يدخل وفيه مخالفة لصالح بوالي يوسف. موجود بوالي يوسف لاعب رقم 2 على الصورة، وبنزيتون من مواليد 67 هذا اللاعب، سبق له ان لعب في صفوف مولودية وهران. إذن مخالفة دقيقة 25 من الشوط الأول، سريعة الكرة جميلة في اتجاه عدروي، عدروي حاول يمرر الكرة لكن ما توصلش، وفي الأخير ياخذها اللاعب رقم 9 اللي هو خوني. تخرج الكرة 6 أمتار لصالح نصر حسين داي. ذكر أن طاقم التحكيم سيد جروني أو زروني جمال حكم دولي في التماس، 39 سنة، بمساعدة طالب بن دياب حاكم فيدرالي وميسوري مصطفى الذي سيمر بدون شك حاكم فيدرالي، نظرا لأنه كان من أحسن الحكام في آخر تربص وآخر امتحان. ميسوري مصطفى حاليا حكم انترليغ ما بين جهوي. تعاد الكرة مخالفة دائما لصالح أمل عين مليلة بالتنفيذ، اللاعب رقم 4 جرابتي من مواليد 63 هذا اللاعب يظهر على الصورة. تروح الكرة مباشرة للتماس، أمل عين مليلة يريد أن يسجل نتيجة حسب مدرب أزروال، لأن الفريق عمره لا وصل إلى الدور هذا دور ربع نهائي، ونقول أنه سنبذل كل ما في وسعنا باش على الأقل نمر إلى الدور النهائي، فستتضح الأمور فيما بعد كما قال المدرب أزروال. إيديران في اتجاه تيموتي، يتدخل الدفاع ثم الكرة تروح في اتجاه عدروي. تيموتي
الدلوسي إديران. إديران هو الآخر تدعاه تدعيه من طرف ثنائي إغيل ومهدوي. محاولات ديري ويتدخل دفاع ثم تنفيتون. مخالفة في وسط الميدان لصالح أمل علم ليلى في التنفيذ. اللاعب رقم 5 الزرفة قائد الفريق في اتجاه مكاني. مكاني يحاول يدخل داخل منطقة 18 متر وفي الأخير مشطة يدخل وكرة مقوسة من لاعب بن زيتون والحارس بالخيري بسهولة. آيت الحسين كرة ما توصلش ثم إديران في الوسط وراءه اللاعب رقم 9 خولي زميتي خليلي بوديب. إديران كرة قصيرة للوراء زميتي لاعب السابق في صفوف برج ملايين لكن بدايته كانت في نصر حسين داي. دخل الدفاع حقيقة الكرات هذه ما تشكلش خطورة فيه لاعب جماعي لكن ما فيش خطورة على دفاع أمل العين مليلة فما نصر حسين داي يهاجم أكثر من أمل العين مليلة لكن ما كاش فرص حقيقية لصالح نصر حسين داي ما عدا فرصة في الدقيقة 15. هذا بوديب والقصفة فوق المرمى قلته كان داخل منطقة 18 متر لكن ثمر فوق المرمى مرمى الحارس بوغرارة. ودقيقة 30 من الشوط الأول هذا فقد في المدة الأخيرة مدرب البلغاري فريق أمل عين مليلة اللي غادر الفريق في أفريل شهر أفريل هذا معروف البلغاري ألكسندروف اللي بقى سنتين مع الفريق وقبل ألكسندروف كان المدرب يوري ماخوف من الاتحاد السوفيتي بقى 5 سنوات في صفوف أمل عين مليلة. يوري ماخوف اللي كان نقدر نقول أنه شكل فريق قوي ومنسجم خاصة اللياقة البدنية الممتازة المعروفة عند أمل عين مليلة في السنوات الماضية. هذه كرة طويلة وضربة رأسية تبقى الكرة داخل منطقة 18 متر وفي الأخير الدفاع يخرج هذه الكرة. بن زيتون يتعدى خط الوسط ومرر في اتجاه اللاعب رقم 11 كرة خطيرة علوي علوي أمام زوج مدافعين في الأخير تبقى الكرة لصالح أمل عين مليلة ويدخل الدفاع. عود من جديد لعدروي. عدروي غير تماما لكن اللاعب ما كانش موجود ثم بن حمادي ما كانش موجود وزناز بسهوله وإديران ينطلق. إديران في منطقته يتعدى خط الوسط في اتجاه الجهه اليسرى والموجود آيت الحسين اللي يتحرك كثير. آيت الحسين يحاول يراوغ يمر عن طريق المراوغه ثم الدفاع بسهوله حقيقه سهوله دفاع أمل عين مليلة. بن حمادي بن حمادي على الجهه اليمنى في اتجاه عدروي. عدروي بن حمادي بن حمادي امام اللاعب زميتي تبادل كروي. بن حمادي سريع اللاعب دولي سابق. بن حمادي امام بن زميتي. بن حمادي مرر في اتجاه عدروي لكن الكره ما توصلش في الاخير الدفاع. وإديران إديران يخرج كورته الديري. الديري ينطلق يتعدى خط الوسط. الديري امام عدروي. الديري عن طريق المراوغه يمر امام عدروي ومر كورته في اتجاه خليلي. خليلي سيموتي سيموتي في اتجاه خليلي دائما. خليلي على الجهه اليمنى حاول بلقطه فنيه الكره ما تضيعش منه تبقى الكره دائما لصالح خليلي في خط التماس وبرجل اليسرى دخل الدفاع. اعتماد على اللاعبين اللي عندهم تجربه. خليلي 34 سنه الى جانب ايت الحسين 33 سنه. كره في وسط الميدان بن زيتون 67 مواليد 67 لاعب بن زيتون اي 25 سنه. تبقى الكرة لصالح بن حمادي خطيرة وفي الأخير ما فيش مهاجمين
ما فيش مهاجمين، كان بإمكانه بن حمادي مر الكرة سهلة، فيه أحد اللاعبين سقط على الأرض من لاعبي أمل العين مليلة. أمل العين مليلة الفريق الذي أسس في سنة 33 من مؤسسي أمل العين مليلة، عزرود أول رئيس للفريق، عزرود عبد الرحمن جدي حاج عمر عنبي من الناس اللي خلقوا هذا الفريق، وعرف صعد لأول مرة في سنة 66 بفضل المدرب بلجودي عبد الكريم. وهنا هناك عدة مدربين عرفوا هذا الفريق بلجودي، حدادي ذكري ميسوم ملاح، اللي ميسوم وملاح فضلهم صعد الفريق في سنة 84 للقسم الوطني الأول، عنابي فراد معمري نصري اللي هو من العاصمة بن زواي وقدوري، إلى جانب يوري ماخوف وألكسندروف ثم أزروال. أزروال اللي كان يدرب فريق الأواسط في السابق. أمل العين مليلة إذن صعد للقسم الوطني في سنة 84 وصعد لأول مرة للقسم الشرفي في سنة 66. يبقى أحد اللاعبين من أمل العين مليلة سقط على الأرض. بدون ما ننسى المرحومين حاج مجاري وحاج مراح، الناس اللي أسسوا فريق أمل العين مليلة. القدر نعم مراد، على كل ناخذ الخط مره اخرى ونرجع لك قبل نهايه الشوط الاول وقادر والدقائق الاخيره والثواني الاخيره بالنسبه لهذا اللقاء. قادر تفضل. نعم مراد، ربما دقيقتين او ثلاثه قبل نهايه الشوط الاول هذا، وتشاء الصدف كل ما ترجع للخط وفريق يضيع، فريق امل العين مليلة ضيع فرصه سهله عن طريق اللاعب بن زيتون اللي كان وجه لوجه بضربة رأسية، الكرة كانت بعيدة تماما على المرمى بالخيري، كان بإمكانه يفتح باب التسجيل. إذا من حيث الفرص، فرصة لنصر حسين داي في الدقيقة 15 وفرصة لفريق أمل العين مليلة في الدقيقة 41. نتيجة دائما 0-0 بين الفريقين، ومحاولة على الجهة اليسرى لصالح نصر حسين داي. كرة مقوسة ولكن فيه تسلل، زوج لاعبين ديري وايت الحسين، الشيء اللي راح يسمح للحارس بوغرارا باش يخرج كرة من منطقته، وانطلاقة على الجهة اليسرى من طرف المدافع الايسر رقم ثلاثة اللي هو مكاني. مكاني ما توصلش كورته، هو مشطة يتدخل امامه اللاعب رقم 11 علوي اللي اصيب بجروح في الدقيقة 30، لكن نظن انه جروح خفيفة بحيث ان اللاعب عاد الى ارضية الميدان، والكرة في وسط الميدان. هذا إديران في اتجاه خليلي للوراء، سيموسي الحسين، جميلة بالعقب، لكن في الاخير يستفيد نصر حسين داي من مخالفة شرعية بحيث انه كان فيه دفع، مخالفة راح تكون خطيرة على دفاع امل العين مليلة. مخالفة لصالح نصر حسين داي. نصر حسين داي الفريق اللي ربما لعب دور كبير هذا الموسم في البطولة، بحيث انه فريق يصعد من سنة إلى سنة، وهذا الموسم يحتل قلت المرتبة الثالثة في البطولة، ومازال طموح لنيل البطولة ولما لا، وفي منافسة الكأس وجدوه في الدور الربع نهائي. عناصر شابة بمدرب في المستوى نقدر نقول، بحيث انه إغيل مزيان برهن على ذلك، سنوات عديدة مع فريق نصر حسين داي، والنتيجة نشاهدوها على أرضية الميدان. أمل العين مليلة هو الآخر لزروال. أزروال خدا نقدر نقول أنه أصبح مدرب رئيسي بعد ما كان عمل مع يوري مخوف، وكذلك المدرب المعروف البلغاري اللي هو ألكسندروف. نشاهده أيضا سجل نتائج إيجابية، لأول مرة فريق أمل العين مليلة يوصل للدور الربع نهائي، أول مرة في تاريخ كرة أمل العين مليلة. أمل العين مليلة سبق له وصل
سبع مرات لدور الثمن النهائي. أمل عين منيلة أيضا يحتل المرتبة الخامسة في البطولة بفضل الشباب، شباب أمل عين منيلة. لقلت أنه ربما من الفرق اللي عانت الكثير لتلعب وإمكانيات مش موجودة تماما، نقدر نقول أنها تكاد تكون منعدمة، لكن شجاعة وعزيمة كبيرة أدت إلى هذه النتائج اللي نشاهدها. مخالفة لصالح نصر حسين داي من حوالي 25 متر، عدد كبير من العناصر، من سيقذف؟ سنشاهد هذا إديران تيموسي تزيري أيت الحسين في الأخير، قذفة قوية والهدف، قذفة قوية والهدف، هدف من إديران، هدف من إديران، هدف ربما لراح يساعد كثير فريق نصر حسين داي، لأنه الهدف يتسجل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة. هدف جميل ولو ان الكره ما كانت قويه، لكن الحارس لقى الكره ودخلت شباكه. هكذا اذا قبل نهايه الشوط الاول بدقيقه فريق نصر حسين داي يتمكن من فتح باب التسجيل. الهدف من امضاء إديران، فرحه الجمهور، جمهور نصر حسين داي يتنقل بفتره كما قلت وكررتها عده مرات. اذا الجمهور هذا يعبر على فرحته بطبيعه الحال لانه فريقه منتصر، لكن الشيء اللي راح نتعرف عليه هو في نهايه اللقاء من سيفوز باللقاء، لانه مقابله الكاس لم تنتهي بعد هذه الاعاده. شكرا للزملاء. لا محاوله لصالح امل عين منيلة على الجهه اليسرى في صراع لاعب بن زيتون امام علوي، في الاخير تخرج الكره ركنيه لصالح امل عين منيلة. إذن ركنية ربما آخر فرصة لصالح أمل عين منيلة، وفي الأخير الدفاع يخرج الكرة بصعوبة من منطقته وتروح للتماس، تماس لصالح أمل عين منيلة، تماس لصالح أمل عين منيلة. وهذا زروني قلت حكم دولي التماس لخط التماس، آخر لقاء مقابلة ودية بين تونس والسويد بتونس سيد زروني. هذا مشطع الكره ليعود كمدافع ايمن، مشطع القوي في الدفاع. وهكذا السيد زروني يعلن على نهايه الشوط الاول بنتيجه هدف مقابل صفر لصالح نصر حسين داي امام العين منيلة. الهدف سجل من طرف اللاعب إديران عن طريق مخالفه في الدقيقه 44. اليك الخط مراد. شكرا عبد القادر. اذا هدف مقابل صفر لصالح ملاحة حسين داي امل عين منيلة فيما يخص هذا الشوط الاول من امضاء اللاعب إديران فريق ملاحة ليحتل المرتبه الثانيه في البطوله الوطنيه. عوده للقاء الثاني.